بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، هذه أبرز عناوينه. مساعد القائد العام للقوات المسلحة من سنار يؤكد استعداد القوات المسلحة لاستكمال معركة الكرامة. وزير الصحة يفتتح مستشفى بر الوالدين بكرر. بنك الخرطوم يفتتح فرعا جديدا بأندرمان. أهلا بكم. استقبلت ولاية سنار الفريق أو الركن ياسر العطا مساعد القائد العام وعضو مجلس السيادة الانتقالي في زيارة هدفت لتفقد جاهزية متحرك سنار النيل الأزرق لتحرير ولاية الجزيرة من دنس التمرد. في زيارة هدفت لتفقد وجاهزية متحرك سنار النيل الأزرق لتحرير ولاية الجزيرة من دنس التمرد، استقبلت ولاية سنار اليوم الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام عضو مجلس السيادة الانتقالي. وكان في استقباله بمدينة سنار ولسنار توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية وقائد منطقة النيل الأزرق العسكرية. ونحن جاهزين عشان نفرح على السودان وجاهزين عشان نعيش أهل. داري نقول لأي زول انتهى بعمله ولا أي زول كبير الناس يلزلوه، الرجال ديل جاهزين نجيبوا لك حقك ان شاء الله. جاهزين يا اخوان ولا ما جاهزين؟ فاسمح لي بربان يعني اقدم ربان هذه الولايه السيد الوالي الذي ظل يعني اهل سنار دائما وابدا اوون وما زالوا يعونا ومن بي سهرانين يا سعاده جمع كريم من اهل النيل الازرق تدافعوا في هيئه عن الاستنفار وهم الان بمتحرك كبير جدا حوالينا جاهزين عشان يعزوا السودان واهل السودان. ولسنار توفيق محمد علي وصف الزيارة بالمهمة والتاريخية التي أعادت مجد السلطنة الزرقاء باللقاء التاريخي الذي جمع عبد الله جماع وعمارة دنقس في مدينة سنار. سمعت لي أن أؤرخ زيارتك لسنار أن أربطها ربطا تاريخيا باليوم الذي التقى فيه عبد الله جماع مع عمارة دنقس ليؤسسوا السلطنة الزرقاء. وأهل السلطنة الزرقاء مثل ما كانوا يحمون الأرض والعرض الآن هم يحمون التاريخ. أهلنا في النيل الأزرق وأهلنا في كل القوات وحركات دارفور وأخواننا في المقاومة الشعبية وأخواننا الذين استنفروا قبل أن تستنفرهم الحكومة ويستنفرهم الجيش سلموا إلى السكنات العسكرية اللي باعنها على هذه الأرض. وإحنا سعادتك إذا كان الناس يدافعون عن أموال تزول وعن دور شاهقة نحن ندافع عن تاريخ. نحن في سنار ندافع عن تاريخ. لذلك إما أن تكون ولاية سنار بقيادتها العسكرية منتصرة وإما أن تكون تحت الأرض كلها. فيما أكد الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام تماسك القوات المسلحة والجبهة الداخلية. نحقق المهمة بأقل ما يمكن من الخسائر في قواتنا وبتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة. جنجبيد يا السجن. نحن أخواننا ما منعات القبيلة. عاف الله وسلم الله جيش السودان، أمن السودان، شرطة السودان، ولا الشعب السوداني كله يغاتي القبيلة من قبائله إطلاقا. نحن نغاتي الجنجويد غاتل نهابي حرامي رباطي سراق حرامي مقتصد تاجر رغيف ما عنده عرض ولا عنده شرف ولا عنده أخلاق ولا دين.
زيارة عضو مجلس السيادة مساعد المدير العام الفريق أول ياسر العطا لولاية سنار اطمأنت على جاهزية القوات المسلحة الزاحفة نحو تحرير ولاية الجزيرة من درس التمرد. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. وبشأن جاهزية المتحركات، أكد العطا اكتمال كافة الاستعدادات لاقتلاع التمرد وتحرير ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم ثم التحرك إلى الولايات الغربية، مطمئنا الشعب السوداني بأن القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة. القوات بتاعتنا ما بدني بس الجزيرة كلها، القوات بتاعتها الآن جاهزة، المتحركات بتاع شندل، كل المتحركات داخل العاصمة كلها الآن جاهزة، جينا للتنسيق للعمل المتزامن فقط. انتم ماشيين من هنا بتلاقوا اخوانكم الجايين من الفاو، اخوانكم من المناقي، تنظفوا الجزيره. وتعبوني بعد النظافه تعبوني كوبري كوسي. انا بجيكم من العاصمه هناك ب 500 613 و30 40 دبابة، ونتلاقى في أبيض المقدوم وخفار الغربة. ما أطلاق عندنا شغل تاني، ضلوا تحيات يا أخوانا، عندكم مهمة، أنا دايركم يا أخوانا 4 5 يوم 7 يوم بالكثير بالتنسيق مع اخوانكم، تنتهوا منا يا اخواننا. الحكمه يا اخواننا، الحكمه والتروي، امكانياتكم عاليه، قدراتكم عاليه، امكانيات اخوانكم بهنار ايضا عاليه، وقدره امبارح حققوا انتصار كبير جدا، اتقدموا تقدم صغير دمروا فيه كميه كبيره من العدوى. واخوانكم بغاية ايضا امكانياتهم عاليه، ونحن حسي ماشيين عليهم، اذا عندهم اي نواقص بنترتب عليهم باقي الليل ده. وفي ختام زيارته لولايه سنار، التقى عضو مجلس السياده مساعد القائد العام الفريق او الركن ياسر العطا، التقى القيادات المشتركه في نيل الازرق والفرقه 17 مشاه بسنجا ودفاع جوي سنار وحكومه الولايه، وقدم العطا رسائل مهمة في العديد من الجوانب. بنحارب اخواننا لثلاثة اسباب رئيسية مهمة. اول حاجة، في واحد اسمه محمد بن زايد في ابو ظبي رئيس دولة الامارات، لعنه الله، داير يسيطر على الاراضي الزراعية حقت السودان، داير يسيطر على المواني البحرية في الساحل السوداني، داير يسيطر على الموارد المعدنية من ذهب وماس ويورانيوم وحديد ونحاس وخلافه. السبب الثاني يا اخواننا، عشان ينفذ هذا الكلام، عمل ميليشيا او اشترى ميليشيا الدنجويت، وايضا يا اخواننا دعمهم دعم كبير وما فراه معه فاغنر السيئة السمعة والصيت، فاغنر الروسية. وايضا يا اخواننا الماضية في اوروبا وفي بعض دول الإقليم حقنا في مافيا إجرامية أيضا اشتركت في هذا المخطط التآمري. كما تفقد الفريق أو الركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الانتقالي، تفقد الفرقة 18 مشاه بالنيل الأبيض، وكان في استقباله أعضاء لجنة أمن الولاية
وعقد العطا اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن الولاية. وقال اللواء شرطة سيف الدين أحمد مدير شرطة الولاية مقرر اللجنة، قال إن مساعد القائد العام للقوات المسلحة استمع إلى تقارير مفصلة اطمأن من خلالها على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة الأمنية بالولاية، مبينا أن الاجتماع خرج بجملة من الموجهات الرامية إلى إحكام تأمين الولاية. تشرفنا في ولاية النيل الأبيض في هذا اليوم المبارك وفي نية من الولاية بزيارة كريمة من السيد الفريق أول ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة. وكانت الزيارة وصوله لولاية النيل الأبيض حاضرته ربك في تمام الساعة 4:30 عصرا، ومن ثم تناول وجبة الإفطار مع القوة، ومن بعد ذلك عقد اجتماع مع نية من الولاية ووقف على كل الترتيبات الأمنية والترتيبات التي تجري لتأمين الولاية، وتم النقاش بصورة مستفيضة حول هذه الإجراءات التي اتخذت لتأمين الولاية، وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة جدا ستنزل على أرض الواقع إن شاء الله كلها تصب في تأمين ولاية النيل الأبيض، وهي الولاية التي يعني الآن تعتبر المعبر لكل ولايات القربية والولايات الشرقية وهي وسط السودان، لذلك لا بد من خطة تأمينية كبيرة جدا حتى تنساب السلع وتنساب الحياة في كل ولايات السودان القربية والشرقية والشمالية منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالاستقرار والأمن في كل ربوع السودان وفي ربوع النيل الأبيض، وبكل المقاييس يعني خرجت هذه الزيارة وهذا الاجتماع المثمر مع نيابة الولاية بتوصيات كفيلة بوضع كل الخطط الأمنية التي تقوي من الأمن في الولاية. التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر بمكتبه ببورت السودان التقى القائم بأعمال السفر الهندية بالسودان السيد جوشي جيسي والقنصل أنيل كومارا، وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وكيفية مساعدة الجانب الهندي في إعادة تأهيل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأم درمان من حيث المباني، الأجهزة والمعدات بعد تحريرها من ميليشيا الدجل الإرهابية. وأمن اللقاء على تقديم دراسة مفصلة عن الاحتياجات المطلوبة بإعادة التأهيل حسب طلب الجانب الهندي. أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشاد بالجهود المبذولة من قبل إدارات بعض الجامعات في تهيئة البيئة الدراسية وتحقيق الاستقرار الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. جاء ذلك لدى استقباله ببورت السودان عددا من مديري الجامعات الحكومية، مؤكدا دعم الوزارة لكافة برامج الجامعات من أجل الحفاظ على الاستقرار الأكاديمي، مبينا أن الجامعات منذ أكتوبر الماضي تواصل أنشطتها الأكاديمية والثقافية والاجتماعية بصورة منتظمة بفضل الأمن والاستقرار الذي تعيشه الولايات الآمنة، وعلى استعداد لاستضافة الجامعات المتأثرة بالحرب. وفي ذات الصدد التقى بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، حيث أكد الأستاذ أحمد حمزة الأمين العام للصندوق أن الصندوق يعمل وفق ضوابط وتوجيهات وزارة التعليم العالي بمعالجة كافة القضايا والمشاكل التي تتعلق بأوضاع الطلاب، مؤكدا أن إشراف التعليم العالي على الصندوق يمثل قوة إضافية للصندوق كمؤسسة تعمل من أجل تقديم الخدمات لطلاب التعليم العالي. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، وفي هذا العرض نفتح ملفا خاصا بولاية الخرطوم، حيث شهد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم وبحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وقيادات العمل الصحي الاتحادي والولائي وأعيان المنطقة بالحارة 21 بكرري، شهدوا افتتاح مستشفى بر الوالدين، حيث وصف وزير الصحة هذا الافتتاح بالإنجاز الكبير في ظل الحرب. وأشاد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بدور وزارة الصحة الاتحادية في دعم المرافق الصحية وتعزيز الخدمات بكل المستشفيات والمراكز الصحية.
افتتح وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم وبحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير وزارة الصحة بالولاية دكتور محمود القائم وقيادات العمل الصحي الاتحادي وبالولاية وعيان المنطقة، افتتحوا مستشفى بر الوالدين بالحارة 21 محلية كرري، حيث وصف وزير الصحة بأن هذا الافتتاح إنجاز كبير في ظل الحرب. يعتبر من المعجزات في زمن بتاع حرب وبتاع ضيق وبتاع حرب الناس تفتتح مؤسسة صحية، حقيقة ده شغل كبير جدا. نحن في البداية يعني شاكرين وممتنين، نسأل الله تبارك وتعالى صاحب التأسيس أن يمن عليه ببر الوالدين وأن يرزقه ببر الوالدين وبالصدقة الجارية دي الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكل من ساهم بعد ذاك من بعده من اللجان الشعبية، من المهندسين القائمين، الأخ الوالي، الأخوة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم، الجهد متعاظم وكل ذول عنده حقه في الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة يعتبر إضافة حقيقية، يعني خلال ثلاثة زيارات جينا لولاية الخرطوم في كل مرة بنلقى الوضع أحسن من الفات، ولله الحمد والمنة. والمرة دي كمان تزامن معه يعني انتصارات لقواتنا المسلحة وتحرير للأراضي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر هذا السودان شبرا شبرا. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ثمن دور وزارة الصحة الاتحادية في دعم المرافق الصحية ودورها الكبير في تعزيز الخدمات بكل المستشفيات والمراكز الصحية، وقال المستشفى يعد إضافة جديدة للمعين الصحية بالولاية. وفقنا ووفق ديت في اختيار الاسم بر الوالدين، الذي نسأل الله أن يبر بهذا العمل والدي هذا الرجل الذي أهدانا هذا الصحة. لما زرنا هذا المستشفى وجدناه شبه مكتمل، يعني احنا ما عملنا حاجة كثيرة يا جماعة غير إكمال. وأنا بشكر ناس الحي واللجنة، كون الفاتح كان حتى في أشياء في مغالق في أشياء، قال والله نحن الحياة دي كانت محفوظة في محلات جابور، ورونا الخرط، ورونا الحاجات المطلوبة. نحن عملنا شيء بسيط يا جماعة، أكملنا من أموال الدولة التي ينبغي في هذه الحرب أن نوظفها لخدمات المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم. المواطن بيعاني، نحن لازم نخفف عنه المعاناة، والعلاج هو الشيء المهم، الصحة قبل كل شيء. عشان كده ركزنا قلنا لازم نحن هذا الصرح نتدخل ويكون بديل. صحيح تأخر قليلا، ولكن السيد الوزير نحن نشكره وهو جاي، و دي زيارته الثالثة يا جماعة. الوزير الوحيد من الحكومة الاتحادية جانا 3 مرات، نحن نشكره. من جانبه أوضح دكتور محمود القائم مدير عام وزارة الصحة بالولاية بأن الولاية تنعم باستقرار كبير في الخدمات الصحية بفضل توفر المعينات اللازمة والتي تمضي في توسع مستمر. قدرنا نأسس هذه المستشفى يعني من الموجود في المخازن عندنا، ويمكن اضطرينا برضو في مواقع في الولاية ما شغالة، واضطرينا جبنا منها الأجهزة وبعض الأسرة، والحمد لله برضو في نفس الوقت اليوم جانا يعني دفار مليان أساسات من السيد وزير الصحة الاتحادي، هتكون إضافة للأشياء الموجودة جوا المؤسسة. مدير مستشفى بر الوالدين أوضح بأن كل التجهيزات قد اكتملت لبداية تقديم الخدمات الصحية والطبية بالحارة والمناطق المجاورة مع اكتمال الكادر العامل بالمستشفى. نود أن نشكر الجهود الولاية والوزارة الصحة الاتحادية والولائية في قيام هذه المستشفى بأسرع وقت، ونرحب ونود أن نشكر السيد فاعل الخير المشهور الجندي المشهور الذي قام بإنشاء هذا الصرح، وأبناء حي 21 لوقتهم معنا، وإن شاء الله المستشفى تسعى بأن تقدم جميع الخدمات. افتتاح مستشفى بير الوالدين بالحارة 21 بالثورة إضافة جديدة لدعم العمل الصحي بولاية الخرطوم واستقرار الخدمات الصحية. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. أحدثت ميليشيا الدجلو الإرهابية أضرارا كبيرة في القطاع الصحي العام والخاص، واستهدفت المستشفيات والمراكز العلاجية من خلال النهب والسرقة الممنهجة للأجهزة والمعدات وتخريب الأبواب والمنافذ والأسرة، ولم يتبقى منها
غير الحوائط. كشفت جولة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم ووفده المرافق لعدد من المستشفيات الحكومية بمحلية أم درمان، كشفت عن التخريب الكبير الذي تعرضت له المؤسسات الصحية بأم درمان. أحدثت ميليشيا آل دقلو المتمردة أضراراً كبيرة في القطاع الصحي العام والخاص بولاية الخرطوم، واستهدفت الميليشيا المستشفيات والمراكز الصحية من خلال النهب والسرقة الممنهجة للأجهزة والمعدات، ولم يبقى منها غير الحوائط. وكشفت الجولة التي قام بها وزير الصحة الاتحادي ووالي الخرطوم والوفد المرافق لهما لعدد من المستشفيات الحكومية بمحلية أم درمان عن أضرار كبيرة لاحقت بهذا القطاع المهم. وشارك في الجولة مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية بالولاية ومديري مستشفيات أم درمان، وشملت الجولة سلاح المهندسين ومستشفى السلاح الطبي. كما شملت الجولة مستشفى الدايات بأم درمان باعتباره أعرق وأكبر مستشفى متخصص في الولادة بالبلاد، والذي حولته الميليشيا بعد نهب أجهزته إلى قاعدة عمليات عسكرية، مما يقف شاهدا على الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا ضد حقوق المرأة. وشملت الجولة كذلك مستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى محمد الأمين حامد للأطفال كواحدة من المستشفيات العريقة التي أسهم أبناء أم درمان في تشييدها، ويضم المستشفى كل التخصصات. كما وقف الوفد على الدمار الشامل الذي لحق بالإسعاف المركزي بمقر بواد مباوي، وحرق جميع سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الحالات الحرجة لجميع مستشفيات الولاية. فيما زار الوفد مستشفى الأمل بأم درمان الذي ظل صامدا ويقدم خدماته في إسعاف الجرحى وإجراء العمليات الجراحية، واختتم الوفد بالمستشفى السعودي للولادة ومستشفى الشيخ محمد علي فضل والتي تحولت إلى أطلال ولم يبقى منها إلا المباني. وأطلق وزير الصحة الاتحادي نداء لأبناء الوطن والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات للمساهمة في إعمار المستشفيات من أجل إنسان السودان، معلنا عن إنشاء صندوق لتلقي الدعم، وستكون البداية بوزارة المالية الاتحادية بمبلغ $1,000,000. حقيقة دمار طال المؤسسات العلاجية تمثل في نهب للأجهزة والمعدات الطبية وتخريب عدد كبير جدا من الأجهزة التشخيصية والعلاجية، والحمد لله جزء من البنى التحتية ما زال موجود، العظم بتاع المستشفيات موجود، بعض الأجهزة الكبيرة أصاب التخريب لكن قابلة للتعديل. ومن هنا نطلق نداء لتأهيل وتعمير مستشفيات التي طالها التخريب، بدءا بمستشفيات ولاية الخرطوم. نداء لكل الخيرين، نداء لكل المؤسسات الطوعية والخيرية، نداء لأبناء الوطن داخل السودان وخارج السودان، نداء للدول الشقيقة والصديقة. نطلق هذا النداء لاستعادة تأهيل وتشغيل مستشفيات ولاية الخرطوم والمستشفيات التي طالتها الحرب. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وصف ما شاهده بأنه تخريب محزن، فهو سلوك إجرامي وهمجي يعكس حقيقة نوايا وأهداف الميليشيا المتمردة. إذا كانت أياديهم تخرب، فأيادينا وأيادي أبناء هذا الشعب تعمر. الآن قفنا مع الأخ الوزير والأخ مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وطاقم الوزارتين، قفنا على عدد من المستشفيات بمحلية أم درمان، هذه القلعة الحصينة، بقعة الإمام المهدي، عاصمة الوطنية للسودان. هذه الجولة تعد انطلاقة لإعادتها للعمل بعد توقف أضر بالقطاع الصحي والمواطنين الذين حرموا من هذه الخدمة طيلة الفترة الماضية، مما يعد انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الإنسان. لتلفزيون السودان عبد العزيز سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. ونبقى في ولاية الخرطوم، حيث افتتح واليها أحمد عثمان حمزة فرع بنك الخرطوم بالثورة الحارة السابعة ضمن سلسلة قائمة من البنوك قررت استئناف نشاطها بالخرطوم بحضور وزير الصحة الاتحادي، الذي وصف الخطوة بأنها ضمن تباشير عديدة متزامنة مع انتصارات القوات المسلحة، وهي رسالة تؤكد استدباب الأمن بالمحلية. في وقت تتواصل فيه انتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية في محاور معركة الكرامة المختلفة تمهيدا للنصر الكامل، تأخذ حياة المواطنين طابعا تزداد مساحته يوميا تلو الآخر،
حيث افتتح والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزه وبحضور وزير الصحه الاتحادي دكتور هيثم محمد ابراهيم بنك الخرطوم بالثوره الحاره السابعه، وهو يعد الفرع الثاني خلال اسبوعين. بنفتخر باننا بنفتتح بنك الخرطوم الفرع الثاني في ولايه الخرطوم في محليه ام درمان المحليه العريقه. يسرنا ويشرفنا حضوركم، وده باعتباره إنجاز عظيم للشعب السوداني. ووصف وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم هذه الخطوة بأنها ضمن تباشير عديدة متزامنة مع انتصارات القوات المسلحة، وهي رسالة تؤكد استتباب الأمن في كل ولاية الخرطوم. والتباشير شفناها نحن في خلال 48 ساعة في ولاية الخرطوم محلية كرري، بالأمس افتتاح مستشفى، والليلة افتتاح فرع ثاني لبنك الخرطوم. حقيقة دي فيها رسالة، الرسالة المهمة فيها عبر وسائل الإعلام وللذين هم خارج ولاية الخرطوم بتعكس أي مدى وصل له التفاؤل والأمن والاستباب في هذه المحلية انطلاقا للاستباب الكامل في ولاية الخرطوم. نحن نشكر بنك الخرطوم غير أنه فتح هذا الفرع واللي هو بيمثل تسهيلات لأي زول داير يشتغل في القطاع العام في القطاع الخاص للمواطنين، لكن في ذات التوقيت بيرسل رسالة مهمة جدا، رسالة مفادة الأمن والسلام والاستقرار. وعبر والي الخرطوم عن سعادته بفتح فرع شارع الثورة بالنص، وقال إن افتتاح فرع شارع الوادي لقي إقبالا واسعا من المواطنين، ودعا إدارة البنك لفتح الفرع الثالث. نحن نبشركم إنه الحالة ماشية للأفضل والبلد ماشية لأمان واستقرار، وإن شاء الله تطفى نار الحرب، وبنهاية هذا الشهر إن شاء الله الناس يعيدوا عيد يعني في منازلهم، وعيد يعني خالي من هذا السرطان. أنا بحيي فعلا تطبيق بنكك الخالص هو لبنك الخرطوم، عالج مشاكل كثيرة للمواطنين السودانيين، وكما ذكر الأخ دكتور هيثم يستحق يعني نجمة إنجاز وسام، وكله يستحقه لأنه قدم خدمة كبيرة. افتتاح البنوك بولاية الخرطوم في ظل الحرب يعني بأن الولاية تشهد استقرارا كبيرا واتساعا في الرقعة المحررة من الولاية. هذا وكان بنك الخرطوم قد أصدر بيانا قال فيه: اليوم نستكمل مسيرتنا المظفرة على درب التفوق المصرفي، ونعيد تشغيل فروعنا بعاصمتنا القومية أم درمان، مجددين العهد مع عملائنا الأكارم بتوفير خدمات مصرفية شاملة ومتكاملة. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. اطلع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أداء شرطة المرور بالولاية خلال فترة الربع الأول من العام 2024، خاصة فيما يتعلق بترخيص المركبات وتسهيل معاملات المواطنين لدى المرور في المناطق الآمنة. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع المشترك الذي ضم مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء أحمد علي الخليفة ومعاونه ومدير هيئة الطرق والجسور المهندس مختار صابر. ووجه الوالي بتسهيل كامل منظومة المعاملات المرورية التي يحتاجها المواطن، كما وجه إدارة المرور بوضع خطة لانتشار قوات المرور في المناطق المحررة. من جانبه أكد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء أحمد علي الخليفة أكد أن إدارته تعمل على تسهيل إجراءات ترخيص المركبات واستخراج رخص المرور، كاشفا عن خطة لنشر مسلوبي المرور في المواقع المحررة والعمل على إزالة ركام السيارات وسحب هياكل العربات ومراجعة أرقام الشاسية للتعرف على أصحابها. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. احتفلت قيادة الفرقة السادسة مشاه بالفاشر بانتصارات القوات المسلحة وتحرير مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أيدي ميليشيا الدجلو الإرهابية. أكد الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن التأمين الصحي ظل يقدم الخدمات الصحية المتميزة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك لدى افتتاحه مركز التأمين الصحي بمحلية 24 القرشي، والذي يعد إضافة حقيقية للقطاع الصحي بالولاية. وقد رافقه خلال افتتاح المركز العميد عماد الدين سيد أحمد مدير جهاز المخابرات الوطني. وأكد الوالي
أن المركز يعد الأول في تقديم الخدمات الأساسية للمستهدفين، وذلك في إطار التوسع المنشود الذي يسعى إليه التأمين الصحي للتغطية الشاملة. ترأس والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد ترأس اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، واستمع الاجتماع إلى تقارير الوزارات الخدمية. وأكد رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام خالد يوسف عبد الرحيم، أكد أن المجلس تلقى تنويرا على سير العمل بالموسم الزراعي والاستعدادات المبكرة لهذا العام بجانب المسح الخاص بالثروة الحيوانية. وركز الاجتماع على الاهتمام بالموسم الزراعي والتحضير المبكر وتجهيز التقاوي قبل وقت كافي. وأضاف خالد بأن مجلس وزراء حكومة الولاية تلقى تنويرا شاملا من الوزارات الخدمية عن ما تم تنفيذه من خلال الموجهات الصادرة من والي الولاية. قدم من وزارة الزراعة حول المسح الزراعي لما بعض الحصاد إلى جانب المسح الخاص بالجانب الثروة الحيوانية. المجلس تناول هذا التقرير بالنقاش في عدد من المحاور الأساسية، وركز بشكل مباشر على الاهتمام بالموسم الزراعي القادم والتحضير المبكر له، خاصة فيما يتعلق من إحضار التقاوي بشكل في زمن مبكر حتى يتثنى الإعداد بصورة كويسة إلى الزراعة في هذا الموسم. كذلك أشار المجلس إلى ضرورة توسيع الرقعة الزراعية في هذا العام، كذلك من أجل سد الاحتياجات الأساسية. الوزارة استعرضت في تقريرها تحضيراتها المبكرة من خلال خطتين أساسيتين، الخطة الأولى هي خطة محلية وأخرى اتحادية. فيما يتعلق بالأمر الاتحادي تم مخاطبة الجهات المسؤولة في الوزارة الاتحادية، سواء كان وزارة الزراعة الاتحادية أو الشركاء الآخرين من بنك السودان والبنك الزراعي ومن كافة الجهات المختلفة. شهد والي كسلا المكلف محمد موسى عبد الرحمن مراسم التوقيع على عقد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاصة، ممثلا في وزارة المالية والقوى العاملة بولاية كسلا وشركة توتيل المتحدة للمشروعات، ممثلة في مجموعة مركز العماس للطباعة لإعادة تأهيل وتشغيل هيئة كسلا للطباعة والنشر. وأكد الوالي المكلف أهمية المشروع بالنسبة للولاية لإعادة تشغيل المطبعة وتطويرها وأن تكون قابلة لاستيعاب كل المطبوعات كما ونوعا، مشيرا إلى أن هنالك فرصا واسعة سيجدها المستثمرون بالولاية في العديد من المجالات. لا بد من أنه يكون جسم متطور وقابل لاستيعاب المطلوبات المطلوبة بكثرة، سواء كان كما أو نوعا. وبالتالي نحن نجد أيضا في إخوتنا في المستثمرين الفرص الوديعة والواسعة لولاية كسلة، ومن ثم هذا واحد من الأنشطة اللي عرضت للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. ولله الحمد اليوم هذا التوقيع بحضور إخوتنا في الإدارة القانونية، ومن ثم أكملنا كل المطلوبات لهذه الفاعلية في إخوتنا في الشركة وفي مركز العماس للطباعة. تم الآن توقيع عقد شراكة بين شركة توتيل اللي هي مجموعة العماس وولاية كسلة، وهذا العقد هو عبارة عن شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الطباعة. شركة توتيل اللي هي الشركة التي حتقوم بتأهيل هيئة كسلة للطباعة، وتم استجلاب ماكينات حديثة جدا للطباعة، سوف يتم تركيب الماكينات في ولاية كسلة، وهيتم تأهيل وصيانة بقية الماكينات الموجودة في هيئة كسلة الحكومية. ونبقى في ولاية كسلة، حيث ترأس والي الولاية المكلف محمد موسى عبد الرحمن خلال الاجتماع المشترك الذي ضم وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والوحدة التنفيذية لترويد نهر الجاش بالولاية، ضم وفد وزارة الري والموارد المائية الاتحادية من الإدارات المختصة بأعمال الحفريات والري. وتم خلال الاجتماع استعراض العمل الخاص بترويد نهر الجاش وتوفير تغذية الخزان الجوفي لنهر الجاش لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان على حد سواء. وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية دكتور خضر رمضان صادق الوزير المكلف، قال إنه مع اقتراب موسم الخريف
استدعت الضرورة وضع الميزانيات اللازمة لأعمال ترويض الجاش وقفل الكسورات السابقة في عدد من الجسور بالجاش وكوبري تندلعي. جلسنا مع أخواننا في المعنيين بكل أطيافهم في كيفية وضع الأولويات والقصوى في أننا نقوم هذا العام بالعمل المبكر في ترويض الجاش، وجلسنا مع الأخ الوالي ووضحنا له البرامج بتاعتنا في الجاش، وحاليا نحن أيضا يعني وفرنا عدد من الآليات للعمل في الصيف القادم إن شاء الله. وحقيقة لأنه نحن خلاص على قاب قوسين أو أدنى من الخريف، كان لابد إنه نحن نوفر ميزانيات لترويض نهر الجاش وقفل الكسورات اللي هي كانت أصلا موجودة مدى سنتين، اللي هي الكسورات الموجودة في جسري الصعيدة ومورش بالإضافة إلى جسر بيتاي وترى الكوبري تندلاي. حقيقة النقاش كان مستفيض وتوصلنا على أساس أنه أن نبدأ العمل خلال هذا الأسبوع وننتهي قبل حلول الخريف بإذن الله سبحانه وتعالى. دشنت منظمة النجاشي الخيرية بولاية شمال كردفان بالتعاون مع جمعية التربية الإسلامية بدولة البحرين، دشنت بمركز إيواء داخلية عروس الرمال بمدينة الأبيض للمتأثرين بالحرب، دشنت مشروع إفطار الصائم والسلال الرمضانية. وأوضح مدير منظمة النجاشي الخيرية صلاح حمدتو أن برنامج إفطار الصائم والسلال الرمضانية هذا العام يشمل كافة مراكز إيواء الوافدين والمتأثرين بسبب ظروف الحرب، مشيدا بالشراكة المميزة مع جمعية التربية الإسلامية بدولة البحرين الشقيقة لدعمهم ووقوفهم مع الأسر الضعيفة. وجاء في وقته في حوجة ماسة له من جميع أنحاء أو جميع الأفراد شمال كردفان أو في محلية شيكان. في الآن حوالي 129 معسكر، مركز معسكر أنا إحنا بنقول عليه مركز تجميع، ما معسكر بالمعنى المعسكر لكن مراكز تجمع النازحين والناس المتأثرين بالحرب، وعددهم يفوق 3908. ده يمكن لآخر إحصائيات قبل أسبوعين، دي كانت الإحصائيات الأخيرة اليوم. نحن بنتمنى أنه من كل المنظمات وكل المؤسسات الوطنية والمنظمات الأجنبية والمنظمات الطوعية بنشيدهم أنهم يحزوا حزو هذه المنظمة ويحزوا حزو هذا العمل القيم اللي بيصب في مصلحة المواطن مباشرة. توزع فيه مواد غذائية بمبلغ 5 مليون جنيه، وهي عبارة عن الذرة والسكر والتمر البلح، وهذه المكرمة وهذه المواد مقدمة من جمعية التربية الإسلامية بدولة البحرين الشقيقة. وهذه الجمعية جمعية التربية الإسلامية بدولة البحرين الشقيقة لها أياض بيضاء ولها مساعدات كبيرة لأهلنا في السودان. ونبقى في ولاية شمال كردفان، حيث خاطب وليها المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعة الله الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية الأولى للصحفيين بعنوان السلامة الأمنية للصحفيين في ظل الحروب، التي نظمتها لجنة الصحافة باللجنة الإعلامية للجنة العليا للتعبئة والاستنفار، مؤكدا أهمية الدورة في السلامة الصحفية، وهي تعزز دور الحركة الإعلامية في إسناد النفرة والمقاومة الشعبية ونصرة القوات المسلحة، وهي تقوم بواجبها الوطني. فيما أشار عبد المطلب عبد المتعال أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف رئيس اللجنة الإعلامية، أشار إلى المخاطر والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة في سبيل الحصول على المعلومة، مما يتطلب دراية تامة بمفهوم السلامة الأمنية. هي ضمن الورش التي تعزز من الحركة الإعلامية في إطار الاستنفار، أي أننا ننشد إعلاما يؤدي إلى دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالحق، طبعا مش إعلام يعني يدعم بالباطل، إنما إعلام يدعم بالحق كل هذه المجهودات التي تؤدي إلى دعم قواتنا بمختلف مسمياتها في هذه الحرب التي تنتهيها نهجا لحماية أرض السودان وعرضه
وموروثاته التي يعني استهدفتها هذه الميليشيا بصورة كبيرة. نحن نطلب من الإخوة القادمين إلينا أن يشاركونا معارفهم وعلومهم في تدريب كثير جدا من العاملين في مجال الصحافة والإعلام. الهدف منها هي كيف أن الصحفيين يتعاملون في أثناء الحروب مع التغطيات الصحفية والتغطيات الإعلامية في ظل الحروب، لا سيما أنه الصحفيين ما متعودين على أنه يخوضوا حروب. الحروب دائما عند الصحافة أو المراسلين الحربيين أو الصحفيين الحربيين. لذا قصدنا من هذه الدورة أنه الصحفيين يأخذوا مبادئ التعامل مع هذه الظروف. وافتكر أنه دي دورة ورشة بتتبعها عدة دورات تانية. الدافع منا يكون هو أولا كيفية حماية الصحفي أثناء الحروب، والخطوة الثانية نسقفهم على سنه يعرفوا سلامتهم الشخصية وسلامتهم المهنية وكيفية التعاون مع الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحرب. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. مساعد القائد العام للقوات المسلحة من سنار يؤكد استعداد القوات المسلحة لاستكمال معركة الكرامة. وزير الصحة الاتحادي يفتتح مستشفى بر الوالدين بكرري. بنك الخرطوم يفتتح فرعا جديدا بأم درمان. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم علينا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. يبقى في أمان الله.